اللي بيحبوا يحفظوا المتون، اهلا وسهلا بكم. يلا بينا ناخد احكام الميم والنون المشددتين في متن تحفه الاطفال. احكام الميم والنون المشددتين هم بيت واحد. هم ايه؟ بيت واحد يعني سطر واحد هنقوله دلوقتي مع بعض، والبيت ده بيشرح نفسه في نفسه. اول حاجه نفسه بنفسه بيقول ايه؟ وغنى يعني يا قارئ القران، غنى يعني هتطلع غنة، هتعمل غنة في الميم ثم النون المشددتين. أي نون مشددة وأي ميم مشددة هيطلعوا بإيه؟ بغنة. وسمي كلا حرف غنة بدأ، يعني الميم المشددة والنون المشددة، وسمي كلا يعني الميم والنون حرف غنة بدأ، يعني دول حروف إيه؟ حروف الغنة. يبقى حروف الغنة في القرآن حرفين، الميم والنون المشددتين. يلا مع بعض هنقرأهم. وغنى ميما ثم نونا شديدا، وسمي كلا حرف غنة بادا. والمرة الجاية هناخد بيتين جداد من أبيات تحفة الأطفال.